بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب. اليوم وقعت عقد مع باطن السعودي في نطاق إعارة 6 أشهر. هذه جاتني صعيبة شوي باش نمشي للفريق باطن، على خاطر نادي البنزرتي عشت فيه فترة باهية وقدمت برشا الإضافة. الحمد لله الواحد توا هذه سنة الله في خلقه، واحد باش يمشي يكور ويشوف حاجة مخير ماديا، والجمعية تستفيد من المبلغ المادي وتتحللها برشا مشاكل. اليوم نشكر الجمهور ونشكر برشا عباد في بنزرت، وأولهم رئيس النادي اللي وافق وقف معايا في من اللي جيت من النادي البنزرتي. هذه إن شاء الله يتفهموها الجمهور، وإن شاء الله ما تكونش ردة فعل سلبية عليها، وإن شاء الله بالتوفيق نادي البنزرتي ويكمل السنة ياخو تيتر باهي. وبالحق حبيت نكمل معاهم باش ناخو تيتر معاهم، والحمد لله على كل. إن شاء الله واحد يمشي يوفقني ربي في نادي باطن، وإن شاء الله نادي البنزرتي يكمل آخر الموسم ويتوج إن شاء الله، ونرجع العام الجاي معاهم ونكون مخير، وإن شاء الله ربي التوفيق نادي البنزرتي.